لما البطولات العسكريه كانت بتوجع الصهاينه كانوا بيعملوا حاجه غريبه جدا، انه يبدا يضرب المدنيين. طبعا حضراتكم بقى فاكرين مدرسه بحر البقر ومصنع ابو زعبل وقناطر نجا حمادي وضرب طبعا انطره غرب وبورسعيد واسماعيليه والسويس والزيتيات، يعني الحقيقه عمليات كتير جدا فيها خسه وفيها نداله وفيها يعني فيها يعني خوف اكتر منها فيها شجاعه، انه بيضرب مدنيين غلابه يعني. يعني مساله احنا ناس زينا عادي جدا، هي طياره بتضربنا فكان لازم يبقى عندنا ما يسمى حائط. طبعا لانه ضرب ابو زعبل ممكن ابو زعبل ونجا حمادي والانطره تعرف انه الاسوأ من بحر البقر اسماعيليه. احنا طيران المصري عمل اول طلعه بعد يونيو 14 15 يوليو 67، يعني بعد شهر و10 ايام من كان الرد ضرب الاسماعيليه المدنيين استشهد 392 وكانوا يضرب فتيجي الاسعاف ويجي الناس تجري عشان خاطر يلموا الجرحى فيروحوا ضاربين على الـ على الـ على المكان الـ 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 تعالي جاري عودي جنبي عشان ده كلام مهم يعني. ده كتير الانطره غرب ضربت عشرات المرات. الزيتيات مثلا لما اتفجرت 24 اكتوبر 67 ردا على تدمير المدمره الى فكان ما كانش في حل غير ان احنا نعمل حائط صواريخ. هو على راي المشير محمد علي فهم الله يرحمه هي غابه الصواريخ مش حائط صواريخ، مش حائط خط مستقيم، هي عباره عن اماكن. طبعا الاستاذ محمود بيعلق هيتكلم في الحكايه دي. احنا طبعا بنرحب بالصديقه العزيزه نهله احمد حسن بنت الشهيد احمد حسن شهيد الدفاع الجوي في حرب اكتوبر. وانا هتكلم شويه خليها تتكلم يا شويه صغيره بعدين نسيب بقى المجال كله للاستاذ اشرف. ما هو مش عارف هو هيسيب اللي بيجي هنا يسمع ويسمع وهو ساكت. هو بس حاجه واحده بس. فطبعا فالرئيس عبد الناصر في يناير 70 زار الاتحاد السوفيتي زياره سريه ما كانش معلن عنها وخير القاده السوفيت بين حاجتين، اما انه يدوا له حائط صواريخ واما يرجع يسلم الحكم اللي يقدر يتفاهم على الامريكان. ليه؟ الامريكان عرضوا على عبد الناصر من 67 من اغسطس 67 تحديدا لحد ما راح للسوفيت خمس مبادرات كامله بعوده سيناء كامله السياده بشرط البعد عن العرب ومرور السفن الصهيونيه في قناه السويس. ولو حضراتكم في خطاب لعبد الناصر موجود على اليوتيوب مشهور قوي كان اعتقد 69 كان بيتكلم في استاد الخرطوم وقال ان عوده سيناء مساله سهله بشويه تفاهمات نقدر يبقى كان معاه في السودان غالبا كان معاه في السودان ان احنا نقدر نرجع سينا بشويه تفاهمات لكن القدس قبل سينا، جولان قبل سينا، الضفه قبل سينا، غزه قبل سينا. ده الكلام موجود على اللي حضراتكم لو حد عايز يشوفه. فالقاده السوفيت قعدوا 8 ساعات في اجتماع كامل بقياده برجنيف، اجتماع 8 ساعات متواصله يعني، وفي الاخر وافقوا انه يدوا مصر حائط صواريخ بشرط انه يتم بنائه في 40 يوم. دي مساله يعني كانت مستحيله الحقيقه. يعني مش تعجيز، هو هيديك المساله عشان يعني ده اولا تقنيه حديثه وصعب انك انت هو عايز. فعبد الناصر برضو يعني حطهم في مزنق ثاني قال لهم طب خلاص يجوا عندكم بعض الطيارين من عندكم يبقوا معانا ويبقوا معانا بعض القوات الدفاع الجوي المستشارين يعني يبقوا يحموا الحاجات اللي لغايه ما نخلص البول. وبالفعل في 21 شركه مقاولات اكبرهم مقاولين العرب مختار ابراهيم وناصر علام، دول الحقيقه دول اللي انا نفسي اعمل كتاب عنهم. انا عندي كتب كتير قوي الحقيقه لكن انا عايز اعمل كتاب عن المدنيين اللي اشتغلوا في حائط الصواريخ دول لانهم استشهدوا الحقيقه ببساله منقطعه النظير، انه كل ما يعملوا دشمه كان يجي الصهاينه يضربوا فيدمروا الدشمه ويموت فيها عمال مدنيين مع جنود، بس العمال اكثر من العمال هم اللي بيشتغلوا. في النهايه دي نهايه ال 40 يوم اتبنى دشمه اصليه ودشمه احتياطيه ودشمه هيكليه. يعني شيء اعجاز، يعني اعجاز بكل المقاييس انه يتعمل ده. وبعدها خلص الحائط الصواريخ 30 يونيو 70، بدا بعدها اسبوع ما يسمى باسقاط تساقط الطائرات الصهيونيه واعنى 11 طياره في اسبوع.
والصهاينه طبعا بداوا فعلا 11 طياره فعلا. واحنا قلنا 9، احنا قلنا 9 بالمناسبه. حتى الطيران بتاع يونيا ده دكتور كان في برضه وجهه نظر، الطيران الصهيوني كان بيجي ومعاه خزانات وقود اضافيه، وهو راجع كان بيرمي الوقود، فانت بتعد بتاع ما انتش يعني المساله ما كانش فيها الخطا المتعمد، لا كان خزانات الوقود دي. وطبعا لا يعني لا مش متعمد، لا يعني خلينا لو سمعوا اخواننا في سوريا كلام الفريق الرياضه الله يرحمه انه حد الطيران بس يطلع يقابل الطيران الصهيوني، لا معاه ذخيره ولا معاه وقود، اي حد اي طيران اعتراضي هيقع زي الدبان. ما يعني دي مساله برضه لما نتكلم فيها تاني. بس على هذا السؤال فين الاعتراضات الصهيونيه؟ كل مدير بدا في هذا الموضوع وقال ان السلاح الجوي يتقال. ده صحيح. بنهايه 1970 قائد سلاح الطيران قال امام جوده مهير ليس لدي اي حمل للاعتراض. ده صحيح. هم هي اللي قالت تعبير عش الغراب، جوده مهير دي اللي قالت تعبير عش الغراب مش حد تاني. فبدأنا هم عايزين هدنة مش عايزين صلح، عايزين هدنة، ولو مصر وافق على الصلح هم موافقين على الصلح. فجت مبادرة روجرز، وكان دي برضو معجزة تانية في حالة الصواريخ. احنا قبلنا ان احنا مبادرة روجرز يوم فجر يوم 8 اغسطس 70، وتبلغ المشير محمد علي فهمي، كان اللواء محمد علي فهمي تبلغ صباح 7 اغسطس انه احنا هنقبل المبادره 8. فكان لازم ينقل 5 كتايب كامله، ياخدوا اسابيع في نقلهم الطبيعي، ينقلهم في اقل من 24 ساعه، وقد نجح. ودي برضو معجزه من المعجزات انه الانسان المصري لما تديله فرصه حقيقيه وتجيب صاحب كفاءه حقيقيه لازم يبقى عندك منتج حقيقي بكل المقاييس. وما قدروش يعترضوا بتاع، ودي النقطه اتنقل حال الصواريخ ده عند النقطه اللي حارب منها في حرب اكتوبر، وقدرنا ناخد 15 كيلو اللي هم حمايه حائط الصواريخ. حائط الصواريخ 7 كيلو غرب القناه و15 شرق القناه 22 كيلو، هو دول اللي خدناهم في حرب اكتوبر. فحائط الصواريخ الحقيقه ملحمه. انا ما عنديش حظ قابلت المشير محمد علي فهمي مره واحده وطلبت منه ان اعمل كتاب عن المزج ما بين المدنيين والعسكريين في الراجل يعني وقتها الله يرحمه قال لي انا هعمل كتاب، وتوفى بعدها باسابيع قليله وما عملش الكتاب. لكن يعني انا مش يائس، وان شاء الله نقدر نعمل الكتاب ده. فده فكره مبسطه جدا، اخلي